كل سنة طيبين. طبعا لا يجوز بأي حال من الأحوال إن أنا أترجم حرفي وأقول إن واحد قاعد لوحده في العيد فأقول عليه مانكي كات، إن هي قرد قطع، لأن دي ترجمة حرفية اسمها هي ستاينج أون هيز أون، أنا مع نفسي أون ماي أون مثلا. أو إن حد يقول لواحد كبر دماغك فيقول له انلارج يور هيد اسمها إجنور إت سكيب إت. أو حد مثلا يقول لواحد ولا لم نفسك يالا فيقول له كولكت يور سيلف، لا هي طبعا بيهيف يور سيلف، بيهيف يور سيلف. فلا للترجمة حرفية. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم طيبين.